خلاص. فانت لما تقول له اذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك قولا او سمعت الله عز وجل يقول لك قولا وقال لك اهل الارض اجمعون افعل كذا كذا على الخلاف يا بني لا تفعل، وتبتدي تتعاهد هذا الاصل الكبير مع الولد من الصغر انه لا يضع في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم احدا على الاطلاق. يطلع الولد عنده الدين سجية. النصوص كانت سهلة على الصحابة لأنه لما كان يسمع النص ينفذه، فكان سهل أنه إيه؟ أنه ينفذ النص كما يتنفس، بقى عنده ملكة وسجية خلاص. يعني في صحيح ابن حبان من حديث أبي المصبح المقرائي قال كنا نغزو بلاد الروم وكنا تحت إمرة مالك ابن عبد الله الخثعمي ومعنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. فجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما معاه بقى ايه الركوبه بتاعته الدابه، بس ساحبها وهو ماشي جنبها. فمالك بن عبد الله القائد الجيش يعني بيقول لجابر ايه اركب فقد حملك الله، انت ماشي جنب الدابه ليه؟ اركبها وريح رجليك. فقال له جابر استغني عن قومي واصلح دابتي، بريحها وفي نفس الوقت استغني عن قومي. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار. خلاص اللي مخلي جابر بن عبد الله يمشي انه ايه طول ما هو ماشي رجليه عماله تعفر وبتاعه والعفار ده داخل مناخيره ولا يجتمع غبار ودخان جهنم في منخري مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ياخذ الفضيله دي. فمالك بن عبد الله اليزني الخثعمي كان بيكلم جابر وهم متاخرين شويه عن الجيش. اول بقى ما مالك بقى في وسط الجيش قام ينادي على جابر بصوت عالي قال له اركب فقد حملك الله. فلما قال له الكلام ده تاني فجابر فهمها، قال ده هو بيقول لي كده علشان انا اقول الحديث والدنيا دي كلها تسمع خلاص. فلما فطن الى مراد مالك رفع صوته ايضا في الاجابه فقال بصوت عال استغني عن قومي واصلح دابتي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ايه ها من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار. اول ما جابر بن عبد الله قال الكلمه دي فتواثب الناس عن دوابهم كله نزل، فما رايت يوما اكثر منه ماشيا كما رايت في هذا اليوم. ايه رايكم في الاستجابه دي؟ يسمع من اغبرت قدماه كله يقفز من على الدابه ينزل على الارض. لذلك عزوا وكانوا جديرين بان يؤيدهم الله عز وجل بالملائكه وبسلاح الرعب. سلاح الرعب ده مخصوص لهذه الامه بس تستحقه. قناه الندى.